بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى وبعد الحمد لله الذي أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وأصلي وأسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين أرحب بحضرتكم ارحب بحضرتكم بعد فتره انقطاع لم تكن بعيده ولكن كانت في فتره سابقه بنجهز للموسم الثالث لبرنامجكم بين الشريعه والقانون بين الشريعه والقانون اذكر حضرتكم بروح هذا البرنامج اللي بنقارن به بين شريعتنا والقانون الذي نحكم به وموضوع حلقتنا النهاردة يا أخوانا أمر كسر فيه اللغط في المرحلة الأخيرة موضوع الشهر العقاري وأمور التسجيل واللي شفناها على مواقع التواصل من نكات وتريقة وأمور كثيرة جدا خدت أكتر من حجمها فكان لابد ان نظهر لحضراتكم النهارده عشان نبين هذا الامر الشهر العقاري والتسجيل والرسوم واللغط الكتير اللي ظهر لكن يا اخوانا قبل ما نتكلم في موضوع الشهر العقاري يعني ليه يعتاب على بعض الاخوه اللي بيتريقوا على على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك افضل الشهور الشهر العقاري خطبه اه خطبه الجمعه بكره هتتكلم عن افضل الشهر يعني تعابير دين ما تبقاش قصه تريقه يعني امر خطير انا مش عايز اعيد ذات الجمل اللي سمعتها او قراتها عشان ما بقاش يعني مسوق لهذا الامر ومش هنتكلم في الموضوع اكتر من كده ومعانا اول اتصال من الاستاذ سامر من القاهره اتفضل استاذ سامر استاذ <applause> سامر اه معلش منتظرين حضرته وشاكرين على الاتصال فما يصحش يا اخوانا الكلام دوت يعني تاخذ تعابير دينك وتتكلم بيها وتبقى نوع من النكات والتريقه على امر هو اصلا في الاصل صادر لصالحك يعني اللي هيتعجب هيسمع الكلام مني يقول الله ده الناس كلها مختلفة وانت بتتكلم في كلام تاني يعني احنا والله لا ننتمي لأي جهة لكن بنشوف الحق والعدل ونتكلم فيه وكرجل متخصص في هذا المجال بقول لك لا ده اللي صدر في صالحك بس ما انتاش واخد بالك يعني هل دعوة صحة التوقيع اتلغت ما عادش لها قيمة ايه قصة التسجيل واللي احنا داخلين فيه قصة الرسوم وان كانت عالية او, أو تزيد حبتين للامر الامر هنتناوله مع حضراتكم. ومعانا طيب يا طيب اخوانا اتصال أستاذ عماد من الفيوم، اتفضل يا استاذ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكابتن المستشار محمود. الله يخليك يا فندم اتفضل. أنا عماد عبد العزيز من الفيوم. اتفضل. أنا بتقدم أنا بتقدم باستغاثة لربنا أولاً وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم ثم تقول ثم كده قول ثم 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 الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وعلشان انا من الفيوم بستغيث بالدكتور احمد الانصاري والدكتور محمد عماد خير يا ابني في كل كل خير يا عماد في خير يا, يا, يا خير, خير يعني سعادتك الحقونا بصوا بصوا على اللي بيحصل في القرى والغموض اللي بيبقى فيها أنت منين من الفيوم يا عماه؟ أنت منين يا حبيبي؟ أنت منين في يوم؟ أنا بسمع عن الدكتور محمد عماد كل خير يا بس أنا ده 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 الدكتور محمد عماد نائب المحافظ المحترم بس, بس, عن بس عن أنت منين يا عماد أنت منين؟ أنا الناس جميعاً أنت منين يا ابني وعلي صوتك شوية الناس جميعاً منين؟ أنت منين؟ أنا من الفيوم من الفيوم منين في الفيوم يا ابني؟ منين الفيوم؟ منين في الفيوم؟ أنا من مركز طميه طامية محافظة الفيوم تمام أه سياده سعاده المستشار انا معمول لي محضر من الاستاذه شيرين رئيسه الوحده المحليه بكفر ظلم محضر بايه يا عماد طب يا عماد انت ان ارقامنا موجوده على الشاشه وارقام المكتب وتتواصل معانا بس عايز أأكد لك يا ابني ان الفيوم فيها محافظ محترم جدا الدكتور احمد الانصاري من الناس الافاضل في الدكتور محمد عماد ده نائب المحافظ رجل لا نزكيه على الله يعني الراجل بيشتغل ليل ونهار ولا نرأيه انا من أهليه على فكره يعني يعني وعايش في القاهره لكن اعرف عن الراجل ده خير كبير جدا يقدمه لاهل الفيوم فبرضه هسمع شكوتك بعد الهوى وتتكلم نشوف إيه الموضوع بس الدكتور محمد عماد راجل محترم يعني ممكن ان تلجا اليه لو كانت في مشكله من رئيسه وحده في طاميه او الامر ده كله فنرجع اخواننا لموضوع حلقتنا اللي هو موضوع الساعه خلاص ما يصحش التريقه بالفاظ القران او على مواقع التواصل الاجتماعي، طب ايه قصه الشر العقاري وايه اللي حصل وايه التغيير وايه القصه دي كلها؟ ما فيش لغط كما ترون وهيصه كبيره حدثت ويمكن سمعت من لحظات ان القياده السياسيه رئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار بارجاء الموضوع لسنتين او شيء من هذا القبيل هيتأكد من هذا الكلام لكن ده من اللغط اللي محدش فاهم ايه قصة وايه اللي بيحصل وليه القانون صدر بهذه الكيفيه وهذا الشكل اه الرسوم عاليه حبتين اه فعلا الكلام بي بيمس امر او ساحه كبيره من الناس لكن مش بالشكل ده طيب هل دعوه صحه التوقيع اتلغت؟ لا الاجابه دعوه صحة التوقيع يا اخوانا ما تلغتش وتستطيع برضه لو معاك عقد تلجا للمحكمه تطلب الحكم بصحة توقيع البيع لك لانها في الاصل دعوه تحفظيه طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات اي ورقه في الدنيا اي قصه في الدنيا عليها توقيع واحد عقد ايصال اي ورقه شوف عشان نطلق اللفظ تستطيع تروح للمحكمه تبعت اعلان الراجل ده تقيم عليه دعوه اسمها دعوه صحه التوقيع دور القاضي هنا دور ملوش دعوه بالعقد بيقول ايه ولا بيتكلم في ايه لانها دعوه تحفظيه بيقول اه فلان وقع على العقد ما يقدرش يجي في مرحله من المراحل يطعن على العقد على العقد بالتزوير او توقيعه فاذا دعوه صحه التوقيع ما زالت قائمه لكن كان زمان بيحصل ايه بتاخد العقد البيع اللي انت تقدمت بيه في المحكمة وخدت عليه صحة توقيع تروح تركب بيه غاز تركب بيه كهرباء تركب بيه أمر تعمل بيه مصالحك في في بيتك الجد قال لك لا العقد ده اللي عليه صحة توقيع لو رحت تعمل بيه مصلحة من المصالح دي هيقول لك لا روح هاتهولي ايه هاتهولي مسجل ويعني عايزين برضو واقفة مع المشرع في هذا الأمر يعني لا يقدر برضو يعمل بيها والتسجيل برضو نسجل طب ايه اللي اتغير في التسجيل ايه اللي اتغير في التسجيل؟ طب خلي بالك احنا بنتكلم بين الشريعه والقانون طب اثر قانون شرع قاري في الشريعه له اثر؟ اه له اثر لان الشريعه اصلا في الاصل عظمت الملكيه الفرديه وحمتها من اي اعتداء ورفعت من شان الملكيه للفرد ما يصحش يتم الاعتداء عليها وحرمتها بكل ما اوتت عشان تحفظ للفرد ملكيته تحفظ له ماله من اي اعتداء وللاسف بقى العكس حصل. ومعانا اتصال من ست ام يوسف من الجيزه اتفضلي يا ام يوسف. الو السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك عامل جماعه ايه؟ الحمد, الحمد لله الحمد لله اتفضلي يا فندم. حضرتك انا عايز بس عن موضوع التسجيل الشهر العقاري ده. أوه. لو انا مثلا ساكنه في جار قديم من 20 سنه. أنا المفروض برضه راح أسجل ولا صاحب الملك ولا بيسجل والمفروض يعني إيه؟ يعني 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 أنت إيه؟ يعني, إيه يعني, إيه يعني ساكنة إيه يعني اجار ولا ساكنة إيه يا أم يوسف؟ لأ إيجار قديم إيجار قديم طب أجاوبك انا يعني يا حاضر حاضر أجاوبك يا يوسف طيب ده يا إخوانا فيما يخص الملكية وقلنا لها أثر في الشرع إن لازم نحمي الملكية دي جا المشارع المصري يعني عايز يثبت للناس حقوقها فالعقد الابتدائي مش نقل الملكيه العقد الابتدائي اللي انت بتروح تديه او توقعه بينك وبين البائع ليس ناقل الملكيه لكن هي وقع بينك وبين هذا الفرد عشان ينتقل اليك ملكيه الشيء حيطان وارض ولك في الارض ولك في الكلام ده كله لازم تروح تسجل ده بيختلف عن حاجه بنسميها تسجيل حق الانتفاع اللي هنتكلم فيه أم يوسف. حق انتفاع أمر بيختلف عن تسجيل الملكية. لتسجيل الملكية دي يا اخوانا طريقين. سيرك من قصة صحة التوقيع. قلنا لا، ليست دعوة ملكية مطلقا. ده دعوة تحفظية بين البائع والمشتري. معانا اتصال أستاذ محمد بحيرة اتفضل. ماشي يا أستاذنا. اتفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا اتفضل يا محمد اتفضل سامعك والله بالنسبه للبيت اللي هو ماشي معاك بالنسبه للبيت اللي والدي هو يعني انا ورثه عن والدي نعم وضعه ايه بالنسبه للشارع العقاري او ان انا عايز اعمل بيه عقد عينيا حاضر حاضر يا محمد اجاوبك حاضر اسمع الحلقه الاخيره وعشان عشان تعرف الموضوع ده بنتكلم فيه ازاي خلاص كده يا اخوانا فبشكرك يا محمد فالملكيه خلاص واحد انت رحت اشتريت بعقد عايز بقى تسجل المكان ده طيب التسجيل يا اخوانا له طريقين حاجه اسمها تسجيل رضائي وتسجيل قضائي اللي هي الدعوه اللي بتختلط مع الناس اللي بنسميها دعوه صحه ونفاذ مش دعوه ساعه التوقيع ساعه التوقيع ده الامضه يعني او البصمه بوديك المحكمة كبايع بقول لك تعالى عشان تقول دي بصمتك وتوقيعك عشان في المستقبل ما تطعنش بالتزوير. معانا الأستاذ عفاف من الجيزة اتفضلي. أنا يا فندم. اتفضلي يا حضرتك أنا قطعة أرض وباع عن أبويا الله يرحمه. نعم. وعملت صحة توقيع. تمام. ودلوقتي حضرتك أنا مهددة الوقت لا عارفة أبنيها ولا عارفة أعمل عارف أنت ورثاها يا عفاف؟ ورثاها؟ آه آه. طيب يا بنتي أجاوبك حاضر حاضر. بسيطة يا عفاف أجاوبك أحمد يعني اتصلت دقيقة بس عشان ان فاهم الناس وعفاف يعني والناس ما يصير كتر خيرهم بس ان فاهم الناس بس أقدر أتكلم. طيب يا اخوانا خلاص قلنا خلاص صحة التوقيع دي أمر مالكش دعوة بيه خالص، ده أمر بيقول لك إن الراجل ده وقع. طيب أنا اشتريت أو ورست زي ما الأخ من البحيرة محمد والأخت عفاف بتقول لك ورست أعمل إيه؟ عايز أسجل. قلنا بقى التسجيل في البيع والشراء له طريقين. إيه؟ انت اشتريت من حد عقار ارض ومتفقين والراجل ما فيش عنده مشاكل بتقدر تاخده على ايدك وتروح الشهر عقاري تسجل تسجيل رضائي الامر ده ما لم يمس ولم يعدل اصلا زي ما هو قائم بتسجيل عادي بتروح تدفع رسومك وبتاخد كل الرسوم الموجوده اه هي زايده حبتين لكن انت بتعمل ملكيتك ما يبقاش يعني ما تبقاش عامل زي لبس بدله حلوه قوي ولبس عليها مش عارف ايه فاحميها يا اخي احمي ملكيتك و... و... وصونا لاولادك ومحدش فاهم وبيشوشر على الدوله فيما اصدرت من قوانين بالعكس ده بتحمي لك الملكيه وأقول لك إيه ليه اصدرت القانون اللي احنا بصدده <applause> استاذ احمد مقصود اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ستك ست مش عشان انا كلمت ستك كذا مره وعصبتهم لكم في الكنترول اتفضل فما حدش رد عليا فانا عندي حته الارض سيادتك اللي قلت سيادتك عليها انا من يعني من ت من تسع سنين قاعد فيها فما حضرتش القانون بتاع القرار 144 فانا عملت دخلت المصالحات قانون المصالحات سيادتك اي عمل مش خدت كنت وضع يد وخننت يا ابني وضعك عليها ولا عملت ايه؟ ما قررت ما قررت سيادتك دخل تقنين قرار 144 اه ما كانش معايا فلوس ما كانش معايا فلوس سيادتك تمام فما حضرت انا القرار ده فانا رحت عملت معظم مصالحات في شهر تسعه اه على بتاعت مجلس المصالحات دخلت المصالحات على اساس بس اسدد باي طريقه ورحت للسيد المحافظ قدمت طلب قالوا لي انت التقنين امم سيادتك بتاع المجلس عندنا في القريه مهددني قال انا هديها لك سيادتك يا باشا انا قاعد فيها زي بعض عشان خاطر ربنا ما عايش حاجة, حاجه حتى كنت واخد قبض المعظم 447 جنيه ما رجعتش عندي سنتين وقعدت في البيت اولادي بيصرفوا عليا طيب يا احمد اجاوبك اقول لك اقول لك تعمل إيه؟ انت برضو الغلطان في حق نفسك بس هقول لك هتعمل ايه هو يعني فعلا فتره ويفتحوا الامر تاني لتقنين الاوضاع وما تكسلش بقى المره دي يعني روح قنن وضع يدك على الحاجه اللي انت يعني وضع يدك عليها وادفع رسومك اللي هي قلوها جدا وبالذات في القرى عشان تبقى خلاص في شرعيه لوضع يدك على هذه الارض فبطمنك هيحصل بس ما تكسلش زي المره اللي فاتت روح وسجل ومش سجل قنن وضعك على الارض فنرجع اخوانا بقى للتسجيل خلاص انت اشتريت عقد ابتدائي من من حد عايز تسجل العقد ده لو المالك راجل راضي معاك وتعالى يا سيدي ما فيش مشكله بتروح تقدم حاجه اسمها شهر عقاري طلب رضائي طلب رضائي في الشهر العقاري خلاص بياخد الطلب ده بيعمل حاجه اسمها كشف مساحي بينزل يقيس المكان بيشوفه حدود الشرقيه والغربيه ويديك نسبته في الارض لو كانت شقه في في عماره في بيشوف لو في شقه مسجله قبل كده قصه بسيطه وبيجي الاخر في البايع بيمضي معاك ان هو باع ده اسمه البيع بقى النهائي الناقل للملكيه نقل ملكيه الحيطان والارض وحقك في الارض بقت بتاعتك كامله مسجله طيب لو البايع مرضاش يجي يمضي لك تعمل ايه قال لك مانيش جاي ومشيت ليس امامك امر الا اللجوء للقضاء بدعوة اسمها دعوة صحة ونفاذ هذا العقد بترفع على البايع وكل الملاك السابقين بتسلسل الملكية حتى نصل إلى أحد البائعين كان مسجل أو اللي بعلك على طول كان مسجل فبنرفع دعوة صحة ونفاذ قبل القانون احنا فيه ده دعوة صحة ونفاذ بتترفع للمحكمة بنعمل حاجة اسمها شهرة عريضة بناخد الحكم نروح نسجله باخد الحكم اروح اسجله خلي بالك من المرحله دي يعني خلاص القانون ما اتكلمش على دعوه صحه ونفاذ اقدر اروح اخد دعوه صحه ونفاذ بعد ما اخد الحكم ده بقى سند ملكيتك مع العقد الابتدائي فبروح اسجل هذا الحكم جاء القانون الجديد اللي هو صدر في 2020 قال لك طيب لو سند ملكيتك حكم بصحة ونفاذ وعايز تسجله حط مجموعة من الإجراءات والله هي في صالحك ولصالح الناس البسيطة بس مش واخد بالك لأن كان في مافيا الاستيلاء على الأراضي بتلك الدعوة فعشان المشرع يوقف اللغط الكبير ده أصدر القانون 186 لسنة 2020 بتكلم بس على إيه؟ على اللي رايح الشهر العقاري معاه حكم صحة ونفاذ ورايح يسجل هذا الحكم رايح يسجله يبقى إذا لو البايع اللي لك بينك وبين بعض رضا وتراضي وتسجل تسجيل رضاي ما فيش أي مشكلة خالص القانون ما تعرضش الأمر ده لكن بنتكلم على البائع اللي قال لك مانيش جاي مش هوقع فبضطر ارفع دعوه صحه ونفاذ بتاخد اجراءاتها في التقاضي امام المحكمه عادي خالص دعوه باعلان برسوم وبتدفع جزء من الرسم امام المحكمه وجزء في في الشهر العقاري وفي النهايه بتاخد حكم حكمت المحكمه بصحه ونفاذ العقد صحه ونفاذ العقد يبقى بقى صحيح ونافذ مش صحه توقيع <applause> استاذ عصام ومعانا السلام عليكم اتفضل يا عصام اتفضل من سوهاج اتفضل يا حبيبي مستشار اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه حضرتك الله يسلمك تعيش حبيبي اتفضل انا عصام بتاع سوهاج بتاع الازهر تنظيم الهيئات اه يا عصام ازاي الصحه اخبارك طمني عليك إيه وصلت لايه؟ والله ما حدش رد علي حضرتك والله والله يا عصام بيوفروك يا سيدنا في الدرجات الماليه فعلا ما ما, ما تتعجلش يا حبيبي عشان يبقى لك درجه ماليه الدرجه ده بيمولوها فبينشئوا الدرجات دي موجوده في في التنظيم والاداره وسألتك كذا مره بس انت ما في فتره التعب ما عرفتش اكلمك واسمي يضيع ما فيش وصف ولا فيش حد من في الايه؟ بالاسامي تضيع يعني اسم مصرية ما حدش بيدور عليه ما حدش بيسال فيه لا, لا 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 هو هو هم الناس هناك بيشتغل بس لما يتوفر التمويل المالي للدرجات هي هي هيخطروك هي على طول فما تقلقش صبرا يا يا اخ عصام وبشكرك طيب يا اخوانا نرجع للكلام ده المهم جدا ده في حياتك العمليه عشان تبقى فاهم احنا بنعمل ايه طيب يبقى قانون 186 لسنه 2020 اللي احنا عملنا عليه الهزه الكبيره كلها دي ما بيتكلمش على التسجيل الرضائي ده بيتكلم ان انت رايح تسجل حكم صحه ونفاذ عقد بيع للمالك اللي ما رضاش يجي يوقع لك توقيع نهائي او ان انت كنت عامل عقد ابتدائي والعقد مقسط اقساط بينك وبينه فتقول له تعالى بقى وقع العقد النهائي امام الشعر العقاري انت خدت اقساطك مانيش جاي تعسف في حقك اعمل ايه برفع دعوه صحه ونفاس تاخد اجراءاتها العاديه خالص يعني الساده المحامين عارفين اجراءاتها الطبيعيه وبعد كده باخد هذا الحكم لما يصدر واروح اسجله معانا الاستاذ محمد من الجيزه اتفضل السلام عليكم ازيك يا سعاده الباشا اهلا وسهلا تفضل محمد اتفضل حضرتك حضرتك يا فندم انا بكلمك بالنسبه لقانون التامينات والكلام دوت حضرتك دلوقتي والدتي توفت وانا كنت في المعاش معاها الله يرحمها اه معاش مين معاش تمام. والدك معاش والدي تمام ماشي كان عندي سن كان سني 21 سنه الوقت سني 30 سنه تمام تمام فطبعا قالوا لي انت وانا واخد دبلوم جبت سو... جبت الدبلوم ووديته اه فقالوا لي الفتره وقالوا لي ما تجيش الا لما الاب يوقف وتشتغل في شركه حكوميه تمام تمام القبض من سنه 2014 شغال لحد النهارده فهو في فرات التامينات اتفاجئت ان هو بيقول لي انت عليك مديونيه 113000 جنيه تمام فانا مش عارف حضرتك هتصرف ازاي في الموضوع ده طيب يا عماد اجاوبك يا محمد حاضر هو خطا منهم وخطا منك انت كمان بس هقول لك خلاص هجاوبك يا سيدي حاضر فنرجع يا اخوانا لقصه التسجيل خلاص يبقى اللغط الكبير اللي ظهر في الساحه انت رايح تسجل حكم صحه ونفاس قال القانون بقى نفذ القصه دي وقال لك تسجله ازاي الحكم اللي يتسجل ازاي ورسومه ايه وقصته ايه وتعمل ايه انا من ضمن الناس اللي شغالين في الحقل القانوني لا ده قانون صح وبيحمي ملكيات اقول لك ليه ضعاف النفوس والمزورين كانوا بيعملوا ايه؟ يجي على ارض فاضيه او عقار قديم بيعرف مين مالك هذا العقار اللي متسجل باسمه في الشهر العقاري بيعمل بقى تحريات وكده تسمعوش يا اخوانا على المافيا الاراضي والعقارات والكلام ده كله كانت لعبه بيلعبوها وبيستولوا على ما ليس لهم حق فيه بيعمل ايه؟ حاضر والله يا احمد حتى وانت اعتذر لهم برضه يعني اعتذر يعني استاذ احمد سعد المعد واخواتي في الكنترول يعني الناس مش قادره فعلا اعتذر لهم ب... ب... على اتصالات كاملة الصلاة ده وال... والله وانا بستقبل تليفونات في كل وقت بس ارجوك كلموني دائما بعد صلاه العشاء من كل يوم او بعد المغرب استاذ يعني كمال اتفضل استاذ كمال الو عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا فندم اتفضل يا كمال اتفضل على فكره الهوجه اللي حصلت على القانون ديت متلخبطه ايه ايه اللخبطه الناس ما عندهاش مشكله تدفع حق الدوله طيب امال ايه إن... انما اروح اجيب ورقه من هنا وورقه من هنا عاوز لي عقيده بقى لف بيها طول اليوم عشان ادور ده اذا خلصت يعني في خلال اسبوع ده في التسجيل يا كمال يعني في التسجيل اه في القانون الجديد اللي, اللي هو الرئيس واقف عادي يعني دخلوا البرلمان ثاني لا يعني اه واقف عمل بو... لمده سنتين طيب ها حضرتك احنا عاوزين حاجه يعني المواطن البسيط يروح للشهر العقاري هقول لك يا كمان كل الرسوم قد كده وحضرتك يشغل موظفين يشغل الموظفين اللي في دوائر الدوله انا معاك في الكلام ده يا خلص كمان خلص الاوراق دي كله من الجهات الحكوميه مالي انا انا اروح للراجل ليه انا اروح الموظف ليه كبرني؟ امم طيب يعني بروح لموظف يطلع ايمان اهلي <applause> طيب طيب يا كمال اكلمك حاضر اشكرك على الاتصال هو بس يا يعني بعتذر بسرعه التعبير دوت لكن برضو ايه يعني له عذره يعني لا عذره فعلا في ناس ما زالت في طوابير خمسه وسبعه وموجوده عايزين برضو يكرهونا في عيشتنا ويكرهونا في نظامنا طيب يا اخوانا إيه، وهقول لك يا هنعمل ايه او هيبقى فيهم مقترح عشان ده من خلال سنوات العمر اللي عدت في هذا الحقل واللي شفناه، بس عايز افهمك يا اخوانا ليه الدوله عملت القانون ده؟ ده عشان يحمي الملكيات ويحمي الاعتداء على العقارات. خلاص قلت لك خلاص واحد من مافيا دي او في منطقه معينه شايف العقار ده مهجور او مقفول ومحدش بيجي له ملوش ورثه او او او. بيبقى بعض ضعاف النفوس موظفين يعني يعني رب يكونوا قله بيقوم يقول له اه ده المسجل باسم مثلا فلان باسم محمود ومحمود مش موجود خلاص ده من سنين بيجي يعمل ايه؟ بيجي ومعامل عقد نفسه باسم محمود عقد ابتدائي وكان محمود اللي هو المالك الاصلي العقار اللي هو مسجل افهموا يا اخوانا الكلام ده عشان تكون مع بلدك ويبقى الكلام مفهوم صح طيب نروح هنا يا يح... يح... اتصل من هنا اتفضل مين كرم او كرم كرم اه اتفضل يا كرم كرم كرم, كرم. نعم يا سياده موسى شعر اتفضل يا حبيبي اتفضل ممكن عايز اتصل على سيادتك اتفضل ك... ال الارقام معايا يك... بيت ورثه عن ابويا مسجل في المحكمه طيب ممكن يجوز المسجل بتاع في الشهر العقاري هقول لك تعمل ايه كم قال في, كذا سؤال جه في الموضوع ده هقول لك هنعمل ايه خلاص وتسجل ازاي فعرفت يا اخوانا بقى بيستول ازاي خلاص عرف ان العقار ده ملوش حد ملوش وارث الدنيا منتهيه بياخد الكلام ده بقوم جاي ضارب توقيع الراجل اي توقيع ويعمل لنفسه عقد ابتدائي ومن هذا العقد الابتدائي هنسمي الراجل ده مثلا رقم واحد يبيع لي رقم اثنين بعقد ابتدائي رقم اثنين يبيع لي ثلاثه واربعة وخمسة وتمشي سلسلة طويلة يجي بقى الأخير عايز يسجل يقوم يعمل إيه؟ يقوم واخد العقود اللي ابتديت دي كلها رافع بها دعوة صحة ونفاس على كل البيعين وبيختصم في النهاية الراجل اللي هو اختفى اللي هو صاحب العقار المسجل باسمه في الشهر عقار طبعا الراجل مش هيحضر وطبعا الفرقة اللي معاه دي بتخش له بالطلبات في النهايه بياخد حكم صحه ونفاذ على امر ملوش فيه ومزور واستولى على ما ليس له حق فيه خلاص خد حكم قاضي المدني امامه اوراق بيروح يحكم بيها له صحه ونفاذ العقد ويسجله واصبح البي مالك للعقار بعقد مسجل سجل الحكم جاء المشرع في قانون 186 قال لك لا اوقف ايه بقى القصه دي شويه اللي هياخد حكم صحة ونفاذ بالشكل ده ورايح يسجله المادة 35 من القانون حتى الطرق لتسجيل الحكم عشان تطمئن اللي رافع دعوة صحة ونفاذ رافعة دعوة حقيقية المادة قالت له إيه في الأول روح قدم الحكم هيديك رقم رقم قيد أو رقم بيسموه رقم شهر زي الاسبائية زمان. سمته الماده رقم وقتي او رقم قيد. هذا الرقم الوقتي او القيد ممكن يبقى رقم شهر المكان ده. تمام كده يا اخوانا؟ معلش الاستاذ محمد من الجيزه اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضل. طب حضرتك انا انا ما يا إيه؟ ما ماشي معايا عندي شقه تمليك ايه؟ عادي بقى نهائي. ماشي؟ تمام. من من 2009. بس ما عملتش صحه التوقيع. صحة توقيع وصحة ونفاذ؟ لا ما عملتش حاجة أنا معايا عاد بها نهائي بس الملك مات ولا حاجة حاضر اللي هو اللي هو باع لي. طيب بس يعني هقول لك يا محمد اللي. تعمل حاضر. هقولك. هقولك عني حاضر. إيه حاضر هقول لك هقول لك حاضر. فجينا بقى يا إخوانا في القصة دي خلاص قال لك وأنت معاك حكم صحة ونفاذ ورحت تسجله عشان نطمئن بقى إن مفيش لعبة تمت في النص والناس دخلوا في المحاكم واتصالحوا مع بعض وضربوا توقيعات ناس مش موجودة قال لك لا تعالى بقى قدم فعلا الحكم هقول لك اهلا وسهلا هديك رقم اسمه رقم قيد او رقم شهر بس من فضلك روح انشر في الجرايد الحكم ده في الجرايد جريدتين واسعتين الانتشار قول يا اخوانا انا حصلت على حكم صحه ونفاذ للعقار اللي هو كذا الكائن في المنطقة كذا اللي أنا شاريه من فلان وشاريه من علان ويتقال الكلام ده واتنشر ويظل الأمور موجودة في 30 يوم اللي له اعتراض على هذا الحكم يروح يعترض في الشارع العقاري عشان الناس تطمئن والمشرع يطمئن والدولة تطمئن اللي بتحافظ على حقك أو حق الراجل اللي ممكن عقاره تاخد بغير وجه حق اما بينشر في الجرايد خلاص بق... معنا كامل استاذ كامل اتفضل الو ايوه كامل اتفضل استاذ حضرتك سامعك يا كامل اتفضل بقول حضرتك انا مشتري كذا حدث ارض كذا بس عاد ابتدائي وعامل صحه توقيف المحكمه يعني جاي يدفع اثبات قانوني ولا ما ازمه والله بالظبط؟ اقول لك اقول لك يا كلام حاضر اقول لك حاضر حاضر اشكرك اتصال إيه, إيه, إيه فخلاص يا اخوانا بيروح بيقول له خلاص بننشر في جرايد في خلال 30 يوم اللي عنده بقى اعتراض على الحكم بيتقدم بيقول انا عندي اعتراض بس لازم يكون داخل بمستنداته عشان يقول اه ده الراجل ده خد حكم بطريق الخطا خد حكم بالتزوير خد حكم بالتضليل خد 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 والكلام ده كله بيتعرض على قاضي آه الامور الوقتيه القاضي بيبحث هذه الاوراق لو كان له اعتراضه حق فيه وسليم من ظاهر الاوراق اللي قدمها خلاص بيوقف القيد ولا يشهر هذا الحكم ولا تنتقل الملكيه بقرار قاضي. في هذه الحاله لكن لو كان اعتراض لمجرد اعتراض وما قدمش اوراق وعدت ال يوم خلاص كده الشهر العقاري يبتدي يمشي لك في اجراءات شهر الحكم وقلت لك الرقم اللي انت رقم قيد او رقم مشهر. ده يبقى رقم الشهر اللي عشان الكفه تطمئن ان ما حدش زور معانا مين يا احمد استاذ سامع اتفضل يا سلام عليكم يا سعاده الباشا وعليكم السلام يا حبيبي انا ساكن في بيت بتاع ابويا ايوه و... وكان ابويا له ارض وانا اشتريت الارض من من الورثه وبالبيت وب... بس ما احنا اشتريناها شروه كده من ضمن الارض طيب هو معيش عودات بو اسجله ازاي يعني انت اشتريت يا سامح من غير عقد اه طب ليه هم قال لك ال... الارض والبيت بخمسه قروش اه واشتريت طيب ما عملتش هو... عقد اتفاق اي ما كانش معاه عودات للبيت دي لان البيت ده كان في من ايام جديد الجدود طيب يعني ما عملتش حتى بينكم بقى عقد اتفاق ده... ورقه مكتوبه عمل... اي حاجه ما عملناش ما عملناش عقد الا بالارض بس طيب يا حبيبي اقول لك حاضر اقول لك تعمل ايه؟ خلاص يا اخوانا اذا ده اللغط اللي اللي ظهر على الساحه وقاعد يقول لك التسجيل اه طبعا الرسوم زايده حبتين الرئيس تدخل لما شاف الهيصه ديت تقول وقف الـ الـ الاجراء آه لمده سنتين لكن بقول لكم لا يا اخوانا الرئيس شاعر بالناس والكلام ده كله فوقف لكن الكلام في الاصل لحمايه الملكيات للي راح يسجل لان التسجيل الرضائي قلت ما في اي في اي مشاكل اه الرسوم بس يعني المشرع المصري ننزل شويه بالامور حبتين زي ما الرئيس استجاب في قصه تقنين وضع اليد ونزل يا فندم لا تدخل انزل بالرسوم دي حبه عشان الناس تتشجع وتروح تسجل يعني بلاش ده يبقى من من مورد رئيسي يعني خلاص الناس تسجل خلاص عشان العقارات تبقى مسجله وتبقى محصوره والناس تعرف تسجل امورها لكن في غلو فعلا فيما يخص الكشف وضرايب مش عارف ايه ورسوم الشعر العقاري قصه كبيره وبالذات كمان في قصه النشر في الجرايد في الاحكام دي هتبقى برضه الجرايد هتاخد مني كام عشان انشر الكلام ده فهي نظره بس ناحيه الامور مادية لكن هي في الاصل لحمايه حقك او حمايه حق معتاد عليه تجد فجاه راجل في ارض موجوده طلع عليها ملاك جم منين ضربوا ورق بنسميه في السوق كده في العمل ضربوا ورق وسجلوه وخدوا بيه احكام. نعم مين؟ استاذ خالد من الجيزه اتفضل. ازيك يا استاذ المستشار؟ اتفضل يا حبيبي الحمد لله. نورك. الحمد لله اتفضل. بالنسبه لل يا استاذ سياده المستشار بالنسبه للجيزه بال... يعني بالنسبه للجيزه السعر المتر في التمليك قد ايه؟ ما اعرفش والله كام كل يعني يعني سعر السوق عندك يا خالد اسال عنك ما اعرفش. يعني سعر البيع والشراء ولا سعر ايه مش فاهم يعني لا سعر التمليك بالنسبه للعشر العقاري لا يا ابني رسوم ثابته مش مش الشارع ما ياخدش س س س س س س س س سعر متر الشارع العقاري طبعا. بياخد نسب على المبالغ الموجوده في العقد اللي انت شاري بيه بياخد نسب موجوده لا في حاله التسجيل الرضائي ونسب اخرى برضو في حاله الصحه ونفاذ زي ما قلت لحضرتك في الكلام ده لكن هي موجوده وثابته يعني كنا بنتكلم ان هي يعني على بعض البسطاء غاليه حبتين لكن موجوده وده طيب يعني بي... بالنسبه بي... او الاثنين قراط هو سعر واحد يعني بالنسبه لي اه اه واقع على كل الدنيا ما, ما, ما فيش في اي اختلاف يا سامي ما فيش في اي اختلاف طيب بالنسبه للجيزه بالنسبه للارياف دلوقتي هل الشارع العقاري موجود ولا لسه المحافظات بس؟ لا موجود يا ابني كله موجود وشارع قريب وتسجل عادي وتاخد ورقك وتروح شارع قريب تابع ليه لو انت قرية تروح شارع قريب موجود في المركز وتمشي في قراءاتك العادية خالص الدنيا كلها بقت زي بعض ما عادش بقى لا ريف ولا ولا مدن اه يعني كله دلوقتي مسموح له ان هو يروح الشارع قريب اه طبعا طبعا بـ 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 بالطريقة اللي انا ايه اللي انت سمعتها وانا بتكلم فيها دي سواء كان فادي. تسجيل رضائي او صحة ونفاس اشكرك يا خالد اذا يا, يا اخوانا القانون 186 اتعامل عشان يحمي القصه دي كلها ويقفل على باب الناس اللي هي بتضرب عقود والكلام ده كله اي 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 القصه اللي بتضيع حقوق ناس وبتهدرها وبعدين بيرجع بقى لدعوى شط بقيد ومحو ومح مش عارف ايه وقصص كبيره جدا لضعاف النفوس وقله الضمير اللي موجوده اللي تسمعوا عنها في الجرايد والاعلام يقول لك مافيا الاراضي دي المافيا بقى يا اخواني بيعمل كده فقالوا لو خدت حكم بصحه ونفاذ ده اجراؤه عشان اطمئن واللي عنده حاجة على الأرض يخش يتكلم فيها ويعترض ويقول والكلام ده خلاص الاعتراض طلع مش مظبوط خلاص بيسجل لك بس يعني برضو مشرع في 186 القانون ده ما ما ساب المعترض كده يعني لو واحد دخل اعترض وما عندوش اوراق او دخل يتغالس او داخل عشان يعني يضايق الراجل او ياخد مبلغ وينتهي سابه لا انا بقول المشرع بعد ارجاء الرئيس لهذا القانون المعترض ده اللي دخل عطل الراجل في دعوة صحته ونفاذ وهو واخدها صحيحة وما فيش عنده ولا لا ده يتغرم غرامة كبيرة عشان نغلق الباب أمام أي متقول أو أمام الناس اللي بتخشوا بعملنا تجارة يا إخوانا ما بيعملين تجارة في اتصال تفضل ألو صلاح أيوة حالي تفضل مين صلاح فندم معاك اتفضل حبيب مين صلاح معاك اتفضل صلاح اتفضل الله خير هو أنا عملت التصالح يا فندم عملت التصالح ها؟ آه ونموذج كتف التصالح الشقة 100 والنموذج نموذج ثلاثة أجاني مكتوب فيه 80. آه والشقة 100 عادي كده يمشي ولا ممكن أرجعه ثاني؟ لا ده خطأ مادي يا صلاح روح قول لهم يا إخوانا أنتوا ده خطأ مادي يعني روح قول لهم يا إخوانا الشقة 80 وده تتالي 100. عشان تنقل الواقع اللي موجود أو يمكن يا ابني هو مكتوب عندك 100 وال20 دي خدمات او مرافق خلي بالك يعني هي صافيها انت شاري 100 متر لكن هي صافيها 80 متر الاوض مش يعني عارف ايه الحمام المطبخ 100 متر طب ال20 متر دي دول دول فين ده بتبقى في المناور وبتبقى في السلم وبتبقى في بقيه اي اي خدمات العقار فروح برضو راجع الكلام معاهم شوف ايه هو ليه نزل لك ل 80 وانا اعتقد ان 80 اللي هي المساحه الحقيقيه دون ومعالي الاستاذ سعيد السعوديه اتفضل ايوه يا فندم السلام عليكم اتفضل يا سعيد وعليكم السلام كنت عايز افضل مستشار بس في موضوع الاشتراك بالتوكيل الايه؟ اشتراك بالتوكيل بالتوكيل اه ايوه يا سعيد عينيا حاضر ايه ايه المشكلة فيه؟ ايه ايه مدى صحته؟ والله يا سعيد انت ابن حلال لان ده كان الموضوع الثاني بس عشان نلحق الوقت هكلمك فيها يا سعيد حاضر بس بعد ما نخلص الكلام ده هقول لك بس تابع الكلام ده لانه كلام مهم عشان تبقى واخد بالك وانت بتشتري بتوكيل تعمل ايه؟ طيب في اتصالات جت لي كتير بقى الاستاذ محمد من الجيزه والاستاذ سامح اللي هو ورث عن اهله او عن والده او او ميراث يعمل ايه؟ له تسجيل؟ اه له تسجيل. امر بقى بيختلف عن البيع الرضائي او حكم صحه ونفاس. الاستاذ احمد من الجيزه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل استاذ احمد. والله يا فندم انا دلوقتي مشتري شقه آه، تمام؟ طيب والعهد معايا اللي هو الابتدائي بس انا يعني هو عقد بيه نهائي اه دفعت فلوسك كلها يعني اه دافع اه كله فلوسي كلها تمام كمنا. اه وبعدين استنى لحد دلوقتي انا ما عملتش ساحه توقيع ولا اي حاجه في الشهر العقاري ولا الكلام ده طيب فانا كلمت صاحب البيت فانا قلت له ان انا عايز توكيل ابقى مفوض بيه في الشهر العقاري فقال لي انا ما الموضوع ده فانت ممكن تروح شهر عقاري تاخد اثبات تاريخ فاثبات التاريخ دي ليها علاقه بالتسجيل ولا لا؟ لا ملهاش يا احمد ملهاش علاقه بالتسجيل خالص لا اثبات تاريخ ولا ساعة توقيع والكلام ده قايله في اول حلقه قلت لك سعر التوقيع ملهاش دعوه خالص بالتسجيل ولا بالملكيه خالص تمام يا فندم طب انا دلوقتي يعني واقول لك لو هو يعمل عادي لك توكيل هقول لك يا ابني هقول لك لما تاخد منه توكيل تاخد التوكيل ازاي عشان ايه برضو نجاوب بقى على الاخ سعيد اللي كلمنا من السعوديه هقول لك تعمل ايه ماشي يا احمد اشكرك طيب اللي ورث يا اخوانا بقى عن قدامنا وقت يا احمد اللي ورث من عن ابوه او في ميراث وعايز يسجل طيب وعايز يسجل هذا الميراث يعمل ايه في حاجه اسمها اشهار ارث اشهار ارث بياخد سند ملكيه مورثه اللي مات والده امه اي حد اللي هو مسجل وبياخد بعدها حاجه اسمها اعلام ورثة اللي هو حدد الورثه او الانصبه وبيدخل يعمل حاجه اسمها اشهار ارث بيشهر الارث اللي خده ده عقده وسند ملكيته هذا الاشهار طب نفترض ورثه بعض البعض في العقد دوت طيب بيبقى نفس العقد بيبقى جدول واحد اسمه اشهار ارث خلاص بيجي يشهر الارث وبيجي بقى يتكلم على انتوا عملت ايه مع بعض ده باع لي ده او ده باع لي ده او ده خد ده او ده خد ده بتبقى الجدول الثاني بيع يبقى الورث يقدر يروح الشهر العقاري يعمل حاجه اسمها اشهار ارث حصل ما بين الورثه نوع من التصرفات او اشتروا وباعوا لبعض بيثبت في جدول اخر في ذات العقد وبياخد رقم مشهر واحد ده يا اخوانا اللغط اللي تم واللي الرئيس يمكن انزعج من خلاله فاوقف القانون لمدة سنتين لا الكلام مش مظبوط الكلام القانون بيحمي ملكيات يعني والله لا سلطوي ولا ليا في الكلام ده لكن بقول لك لا انا قرات الكلام اه الرسوم زايده حبتين الدنيا داخله فيها شويه لكن لا دعوه صحه توقيع ما زالت موجوده تقدر للناس اللي ما خدوش اي اجراء على عقده لا يا سيدي روح اعمل دعوه صحه توقيع على عقدك هو هو بس لما تاخد هذا الحكم مش هتقدر تركب بيه مرافق ولا الكلام ده كله ودي اللي بيه بقى المشرع لا زي بعضه ولا عايز يركب عداد عايز يركب امر ياخد صحه توقيع العدو ويركب مرافقه ويلزم برضه بالتسجيل نعم الاستاذ منصور من بحيره اتفضل يا منصور اي أيوة باشا يا منصور انا حضرتك اتفضل ممكن تشرح خير الموضوع حضرتك اتفضل ايه يا حضرتك انا عندي ارض والدي كان شريعه رحمه الله سنه 68 من الاصلاح الزراعي طيب ويرث كان شاري من من واحد طبع عليه قانون الاستيلاء مع جروتن. واحد ايه ايه ايه؟ طبق عليه قانون الاستيلاء اه ولكن معاه شهاده اعتداد من الاصلاح الزراعي بتفيد ان احنا اه ان احنا خارج الاصلاح الزراعي ما شهاده اعتداد حضرتك يا منصور انت قلت في الاول انت شاري من الاصلاح راسا ولا حد كان واخد بالاصلاح ده شاري من حد شاري من حد طبق عليه قانون الاستيلاء تمام تمام انا بعد ما اشتريت منه خمس سنين او والدي اشترى منه خمس سنين سنه 68 امم القانون قانون الاستيلاء عليه تمام معايا شهاده اعتداد بتفيد او بيعتد الاصلاح الزراعي بصيحه بيع محروس حبيب لينا ان هو اشتغل قانون الاستيلاء بسبع شهور تمام ايه المشكله بقى يا يا منصور؟ المشكله ان الان لا زال الاصلاح الزراعي بيطالبني بتبديد وبيطالبني بايجارات وانا مش خاضع للاصلاح الزراعي تحت اي ظرف من الظروف الان عامل علي تبديل اصلاح الزراعي ومن بعد المحكمه والمركز و وقصه واهانه وضع غير عادي اطلاقا بص يا منصور هتروح المحكمه ترفع دعوه اسمها دعوه عدم تعرض قانوني دعوه عدم تعرض قانوني ترفع على على الاصلاح الزراعي اه ده انا واخد اهوت شهاده بتطلب مني ايجارات ايه وبتاع ايه ده انا شاري اشكرك يا منصور يعني دعوه بسيطه يعني اي زميل محامي يقدر يرفعها لك ونعمل حاجه اسمها عدم تعرض وكف مطالبه بتطالبني بايه ده انا شاري شوف الكلام ده لان ممكن كل الاوراق عندهم مش مظبوطه ده بقى يبقى يا اخوانا اللي ورث يقدر يشهر الارث القانون الاخير ما كانش جعل الكلام ده كله ده ده هو بي بي بينظم قصه عدم الاستلاء على الاراضي بالشكل ده التسجيل الرضائي ما زال قائم زي ما هو دعوه صحه التوقيع ما زالت قائمه ولم تلغى كما يقولون قصه الرسوم يا رب في الفتره ال 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 الرئيس ارجع فيها القانون يكون يعني ينزل بقى شويه لصالح ال 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 المساكين مين يا احمد معنا اتصال استاذ محمد اتفضل عليكم السلام اتفضل يا فندم ازي حضرتك الحمد والله لله فيه. والله احنا سمعنا في النت ان حضرتك ان الاراضي اللي هي في القرى معفيه من القانون عايزين نعرف بس ان ده مفيش يا الكلام ده يا اخوانا ارجوكم أه؟ ما فيش يا محمد الكلام يا اخوانا ارجوكم ما تاخدش معلوماتك الدينيه ولا القانونيه من النت يعني يعني ما تاخدش الكلام ده بيبقى في كلام مغلوط وكلام مش مفهوم وبيلخبط الدنيا فلا يا محمد مفيش قانون بنسميه عام التطبيق يعني اي قانون في الدنيا يعني مجرد من حيث النشأة عام من حيث التطبيق الا ما بس لكن ده بقى تسجيل عايزين نسجل ما هو في تقنين بالظبط كده فهو الناس بتفتي من غير علم وتلاقي واحد يخش يكتب لك عنوان ايه والكلام ده ما بيحصلش فا يا والله نصيحه لا تاخد معلوماتك الدينيه من نت ولا معلوماتك القانونيه من نت لانها بتبقى مضلله مش مضلله يعني ممكن واحد بيتكلم بدون علم او بياخدها عنوان كده فبربط بالبرنامج ده بالظبط فبربط بالبرنامج ده ما بين الشرع والقانون عشان تعرف الكلام ده بفكرك بالبرنامج في الموسمين الماضيين ان تاك ليس كل عدل حق انما كل حق عادل ده اللي عايزين نرجع له بقى يعني خلاص ترجع للحق الراجل له حق ياخده لان لك القاضي احيانا يطبق العدل لكن ما اداش الحق بسبب لغط أمامه يحصل لكن طبق العدل طبق القانون لكن الشريعه بتخلف حاجه اسمها التزام طبيعي ده امر معلق في رقبتك ليوم القيامه طيب التوكيل بقى والشراء بالتوكيل والكلام ده كله تعمل ايه خلي بالكوا يا اخوانا وانت بتشتري بتوكيل لا غنى عن العقد الابتدائي يعني الراجل عمل لك توكيل اسمه خاص بالبيع للنفس وللغير لازم تاخد عقد ابتدائي لازم الخطوره في ايه بقى عشان نجاوب على اخواننا اللي, اتكلموا التوكيل اللي لك بالبيع من نفسه لغير اه وتوكيل تقدر تبيع به لنفسك وللغير بس الخطوره ان انت هنا وكيل عن الراجل يجي يقول لك الفلوس فين لو ما معكش عقد ابتدائي ده انت وكيلي ده انا عامل لك توكيل تبيع لي وانت اللي دافع له فاذا التوكيل له خطوره في ايه هو مفيد طبعا لكن له خطوره في ايه ان انت هنا بقيت وكيل اللي بعلك زي المحامي مو... مو... وكيل موكله بموجب توكيل فاثر ما اقوم به بي بتوكيل بيرجع لموكلي انت بقى كوكيل راجل حاضر استاذ اسامه طيب استاذ اسامه وغربية اتفضل يا اسامه ازيك يا باشا اهلا بيك الحمد لله على سلامه حضرتك الله يسلم سعادتك تعيش في مشكله سعادتك بالنسبه للنشر في الجريده الرسميه تمام مين بقى اللي هيقعد كل يوم يجيب جريده رسميه ويقراها يا ترى ليه حته حد اشتراها حد لعب فيها كلام من ده مم. او لا او لا او يشتغل بتزوير زي ما بتقول تمام طب مش ممكن يبقى فيه في القضاء ان اللي يزور عقد حتى لو سجل وانا طعنت بالتزوير على العقد ده وطلع العقد مزور يتلغي له تسجيله؟ اه طبعا بتلغي يا اسامه اه طبعا يا ابني بتلغي حاجه اسمها محو وشط اه سجل وعمل والكلام ده كله لان خلاص الغش يفسد كل شيء الغش يفسد كل شيء يعني هو لو دخل ضرب وغش والكلام ده كله مهما سجل ومهما عمل واثبت الكلام ده قدام محكمة فبرفع حاجه اسمها محو وشط القيد اللي ده بيتمحى تماما من السجل ويرجع الحق لاصحابه لكن اه معاك الجريده الرسميه تروح تشتري الجريدة اللي بتصدر لكن انت تكون حريص يا اخوانا اللي رايح يشتري مكان يروح الشارع العقاري يطلع حاجه اسمها شهاده سلبيه او شهاده تصرفات شهاده تصرفات يعني افضل شويه من السلبيه بتجيب لك قصه العقار مين اللي باع لمين ومين اللي اشترى لمين اللي هي المسجله وعنده في الدفاتر احفظها كده اسمها شهاده تصرفات من الشارع العقاري بيشتري شقه بيشتري حاجه روح هات الشهادتين شهاده اسمها سلبيه هل تم التصرف ولا ما تمش؟ إشهات التصرفات تشوف مين اخر ملك مين؟ من اول ملك لاخر ملك. يبقى التوكيل الخاص اللي انت بتاخده يا اخوانا وانت بتشتري حتى لو عربيه. مش لازم عقارات وشقق. حتى لو حتى اي حاجه بتشتريها. خلي بالك التوكيل بيفيد بس الافيد منه العقد الابتدائي حتى لو ما خدتش توكيل. التوكيل بينا بيفيدك في ايه؟ بيفيدك ان انت بتمشي في اجراءاتك بنفسك بس الخطوره في الثمن لو انت ما خدتش عقد بيع منه وكان معاك التوكيل وانت اللي بعت لنفسك يقولك فين الف... فين الف... حاضر اخوانا الكنترول بيقول لي ان في كم كبير من اتصالات ومش عارفين يعملوا ايه فبرضه بنعتذركم والله وانا كل كل يوم موجود وتحت امركم بعد صلاة المغرب كلموني والصفحة موجودة على الشاشة حط أي حط تساؤلك يا يعمل بس دقيقتين بس يعني لا يسترك طيب دقيقة إيه طيب طب يا اخوانا في التوكيل الخاص تعمل ايه عشان تضمن قصه الفلوس دي؟ اكتب وبيعمل لك توكيل بالبيع والنفس والغير اكتبوا جمله وكلته في استلام الثمن. الوقت عدى بشكركم على حسن استماعكم ارجو يا رب يكون افدناكم بشيء قليل الحلقه الجايه برضو ممكن نكمل هذا الموضوع اشكركم واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ من من كل مكروه وسوء والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته